كما أجرى مراسلنا همام مجاهد لقاء مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن استعدادات المحافظة للمؤتمر الاقتصادي. أهلا معكم مشاهدينا الكرام من هنا من داخل إحدى قاعات المؤتمر الذي سينطلق عصر غد. معنا الآن السيد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. يعني سيادة اللواء نرحب بحضرتك في النهار، آخر استعداداتكم كمحافظة والترتيبات النهائية. احنا الاستعدادات يعني معلش احنا مش بنشتغل لغاية آخر لحظة، لا احنا أنا هنا الاستعدادات أول امبارح. مش عايز أقول لك دلوقتي كل واحد في مكانه. غرفة عمليات مفتوحة، الإسعاف، المستشفى شرم الشيخ، المرافق، الحماية المدنية، وهناك مسيطر، السكرتير العام مسيطر على كل هذه العناصر. ده شغل محافظة، إنما أنا مش هتكلم بقى على شغل الداخلية وشغل الرئاسة، ده شغل تاني بقى، ده كل واحد ليه شغله. أنا شغلي بقول لحضرتك انتهى من أول إمبارح. احنا دلوقتي بنعمل الاعمال الروتينيه، اعمال النظافه، اعمال النظافه اليوميه، اعمال الشغل اللي هو منوط بينا يوميا بنعمله دلوقتي. انا تواجدي طبعا في المطار، ما بين المطار وما بين قاعه المؤتمرات وما بين قاعه الاعلاميين والتسجيل، برضو لحل المشاكل. يعني في ناس كتير قوي بتقابل في مشكله واقفه، انا بتواجد عشان احل هذه المشاكل وذلل هذه الصعاب عن طريق اتصالاتي بالمسؤولين وباتصالاتي يعني حتى ان شاء الله لو داخليه لو في اي، فانا موجود هنا عشان احلها. انما عايز اقول لك انا بطمنك المدينه حاليا جاهزه تماما لاستقبال المؤتمر الاقتصادي دلوقتي، مش بكره، احنا جاهزين. في وفود وصلت فعلا؟ اه طبعا كل يوم في وفود، مقدمات الوفود، وفي بعض يعني هيوصل امبارح رئيس جزر القمر، ووصل ممثل اسطنبول ونوي، والنهارده هيوصل ملك البحرين. عايز اقول لحضرتك احنا بنعرف في حينه عشان بنروح نستقبل ونتحرك، انما اللي بقول اللي مؤكد حاليا امبارح جزر القمر ومؤسس اسطنبول ونوي، والنهارده ملك البحرين ان شاء الله. سيادة المحافظة اسال حضرتك عن دور المؤتمر الاقتصادي او زي المؤتمرات الكبيرة في دعم السياحة، في دعم السياحة تحديدا في مدينة شرم الشيخ. يعني ما انا يعني زي ما الرئيس قال المؤتمر ده زراعة مصر. عايز اقول المؤتمر ده بقى انا ما حبيتش ان هو يفوت كده ويعدي كده، لا ده انت عندك 3000 واحد جاي، عندك حوالي 1000 واحد اعلامي. انا حبيت اعمل ايمج معين لشرم الشيخ، قيمه معينه لشرم الشيخ. اهتميت بالجزء البيئي، لان السياحه دلوقتي، السائح دلوقتي مش هيجي لك حته فيها تلوث، مش هيجي لك في حته فيها ضوضاء وانارات وتلوث وكل شيء وسمعي وبصري، ما بيجيش. فانا اهتميت بهذه الجزئيه كمان. حولنا مدينه شرم الشيخ الى مدينه خضراء، طاقه شمسيه 17 كيلو، خضره في كل مكان، ورد، اعمال تجميليه في كل مكان، ايقونه. قلنا بقى احنا مدينه السلام ما ينفعش، فاخترنا مكان عبقري، المكان ده اللي هو اللي اتعملت فيه ايقونه السلام. ده اول ما السائح بينزل وبيخرج بيشوف هذه الايقونه وهو مروح اخر حاجه بيودعها. فهذا المكان مكان عبقري، عملنا فيه ايقونه السلام، احد رجال الاعمال في حب مصر عملها، كان فيها اكثر من 30 مليون جنيه. في لاندسكيب ضخم قوي، في نافوره ضخمه ايضا مع بتطلع بميوزك مع الشكل الجمالي اللي معمول، في ستيج كبير قدام منه مساحه ضخمه جدا تشيل حوالي 2000 سائح عشان سياحي. طبعا طبعا انا بستغل الفرصه دي بروج سياحيا عن طريق الكلام ده كله اللي انت شايفه. اخيرا استاذ المحافظ، المحافظه هل بتطرح مشروعات معينه او هل بتتعشى في مشروعات والله معينه؟ انا عامل موضوعات مشروعات معينه، واطمع ان يبقى في اللي هو المارينا اللي هي مدينه اليخوت، لان المحافظه تخيل ان مدينه جميله دي ما فيهاش مارينا لليخوت، ومدينه اليخوت دي سياحه الاثرياء اللي انا عايزها بقى، اللي عايزها الفتره الجايه. فدي برضو احنا بنقول للمستثمرين، وايضا كان في قريه اولمبيه برضو في المتحف اللي موجود عندنا بقى له 4 سنين مقفول، محتاج دعم، محتاج حوالي 500 مليون جنيه، بنقول برضو عايزين مستثمرين يساعدونا فيه. مدينه مليونيه على طريق راس محمد الثور بقى 29000 فدان. المؤتمر ده طبعا ان شاء الله، مش انا مجهز كل المعلومات وكل الداتا عن هذه الموضوعات، ودي ان شاء الله هحاول
ان لو ما تعرضتش في المؤتمر هعرضها انا ان شاء الله. شكرا سياده المحافظ. ان شاء الله. شكرا. اذا يعني كان معنا سياده المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من داخل احدى قاعات المؤتمر. هذه القاعه التي اتواجد فيها هي قاعات التسجيل، ربما لو يعني تلتقط لنا الكاميرا هذه الصور، هذه الناحيه هناك تسجيل رجال الاعمال والمستثمرين، بينما من الناحيه الاخرى وفي احدى قاعات المؤتمر ايضا يتم تسجيل الوفود الرسميه ويتم تسجيل الحكومات ووسائل الاعلام. اعود مره اخرى الى الاستوديو واترككم مع هذه الصور. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى شرم الشيخ ومراسلينا همام مجاهد وداليا أشرف. إذا بالفعل أنا ما زلت هنا داخل هذه القاعة، إحدى قاعات المؤتمر الاقتصادي الذي سوف يعقد غدا الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام. ما زالت الوفود تتوالى لتسجيل إجراءات الحضور هنا داخل هذه القاعة. ربما شاهدت منذ قليل هذه القاعة، كانت هناك عدد من الزيارات الرسمية التي يعني وفدت إلى هنا إلى داخل هذه القاعة، على رأسهم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء من بينهم وزير الخارجية وزير الإسكان وزير التضامن الاجتماعي وعدد آخر من الوزراء وفدوا أو المسؤولين وفدوا إلى هذه القاعة لتفقد آخر الترتيبات واللمسات الأخيرة لإنعقاد هذا المؤتمر. ربما بعد دقائق قليلة سوف تصل طائرة ملك البحرين الملك حمد الخليفة، سوف تصل إلى مطار شرم الشيخ وسوف يتم تنظيم استقبال رسمي لملك البحرين. هناك عدد كبير من الوفود الرسمية وصلت بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ كما قال، يعني أترككم هذه الصور وأتحدث إليكم كما قال وزير الخارجية سامح شكري في اللقاء الذي سمعتموه ربما منذ قليل أن هناك 120 وفد رسمي سوف يشارك في هذا المؤتمر الكبير، من بينها 20 أو من بين هذه الوفود الرسمية 20 رئيس ورئيس وزراء سوف يحضر في الجلسة الافتتاحية التي سوف تنطلق غدا أو عصر غد الجمعة. من الناحية الأخرى ربما تشاهدون هذه الصور على الهواء مباشرة، هناك عدد من رجال الأعمال الذين يفدون إلى هذا المؤتمر لتسجيل أسمائهم والحصول على التصاريح الخاصة بالمؤتمر، أيضا عدد كبير من وسائل الإعلام، هناك عدد ربما يتعدى 1000 شخص من وسائل الإعلام المحلية والدولية يصلون أو وصلوا بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في هذه المؤتمر. كما تشاهدون الآن هناك ربما مسؤول خليجي أو أحد المستثمرين الخليجيين الذين يتحدثون إلى عدد من الصحفيين داخل قاعات المؤتمر أو داخل قاعات التسجيل. هناك كما قلت هناك مسؤولين كثر في هذه القاعة يعني يتفقدون الترتيبات الأخيرة واللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق هذا المؤتمر. نعم، ننتقل إلى داليا أشرف في مكان آخر في شرم الشيخ ومعها أحد الضيوف. نعم، يعني أنا الآن متواجدة هنا في ملعب الجولف، هذا الملعب الذي يعني يتوافد إليه السياح للعب لعبة الجولف، ولكن يعني كما قال زميلي همام هو يعني عرض تصريحات المسؤولين، ولكن نحن نأخذ الزاوية الأخرى وهم العاملون في السياحة. السياحة هو قطاع هام جدا وهو من أهم الملفات التي ستقدم على طاولة